لكن الله أراد غير ذلك. فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي. من الذي ناداه؟ الله جل وعلا. نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك. هذا نداء مشابه من غير واسطة. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق. وفي الآية الأخرى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأنا ألقي عصاك. فهذه الآيات صريحة أن الله كلم موسى من غير وسط، وسمع موسى كلامه، سمع موسى كلامه حقيقة غير مجاز ومن غير أي ما يشكل على أن هذا الكلام كلام حقيقي بحرف وصوت، وسمعه موسى، وأنه نداء وكلام سمعه موسى عليه السلام. فلما أتاها نودي يا موسى. أهل الضلال يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، هي اللي تكلمت الشجرة، خلق الله فيها الكلام فتكلم. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ ها؟ يعني هذا كلام فظيع والعياذ بالله. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. هل الشجرة تقول أنا اخترتك؟ فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله. الشجرة تقول إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل هذا كلام الشجرة؟ هذا كلام رب العالمين تعالى الله عما يقولون. فالآيات واضحة وضوح التبيين في أن الله هو الذي تكلم سبحانه، وأن موسى سمع كلام الله، ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه كلام يسمع. نعم. فقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، تعالى الله عما يقولون. نعم. غير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. غير جائز أن يقول هذا أحد، هذا رد على الجهمية، أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يليق أن يكون هذا الكلام من مخلوق، إنما هو كلام الخالق جل وعلا. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا تكلم الله بالوحي سمع ذلك أهل السماء، الملائكة الذين في السماء. هذا موقوف على ابن مسعود، لكن جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس لسمعان، إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء، ثم يمر جبريل كلما مر بأهل السماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه أن الله يتكلم بكلام ترتجف له السماوات من هيبته ترتعد، وأن الملائكة يصعقون ويخرون لله سجدا، وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير.
ففيه إثبات الكلام لله وأنه يسمع، تسمعه السماوات ويسمعه أهل السماوات، ويحمله جبريل، يسمعه جبريل من الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه من الرسل، من رسل البشر. نعم. وروى عبد الله بن المؤمن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يكفر الله الصلاه يوم القيامه عراة مخافا غرما مهما، ويناديه بقول يسمعه من بعده كما يسمعه من قوله: انا النبي، انا الدجال، صلاه الائمه، واستشهد به البخاري. نعم. ان الله سبحانه وتعالى اذا كان يوم القيامه ينادي بصوت، هذا فيه أن الكلام من الله جل وعلا متجدد الآحاد، وأنه يتكلم إذا شاء، فهذا كلام يحدث يوم القيامة، كلام يحدث منه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كلام بصوت، هذا نفي للمجال، بصوت يسمعه من قرب ومن بعد، هذا دليل على أن هذا الكلام حقيقي وأنه بصوت وأنه يسمع. وذلك في المحشر إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة ينادي بصوت: أنا الملك، أنا الديان. هذا صريح في أن هذا الكلام صادر من الله جل وعلا وأنه بصوت وأنه يسمع. فهل بعد هذا التفصيل وهذا البيان بيان في أن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا وأنه يتكلم إذا شاء وأن كلامه يتجدد سبحانه وتعالى متى شاء، يأمر وينهى ويخلق ويرزق، كل ذلك بكلامه جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وفي بعض الآثار أن موسى ليلة رأى النار تهالته ففزع منها، فنادى ربه: يا موسى، فأجاب سريعا استعناها بالصبر، فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأيمان، فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، فعلم أن هذه الصلة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. نعم. هذا يوضح ما سبق من تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، الليلة التي كان في الطريق سائرا بأهله إلى بلده، وأصابه شيء من الضياع عن الطريق وشيء من البرد، فذهب إلى النار التي تراءت له يريد منها الخبر عن الطريق، ويريد منها الجدوى ليقتبس منها لأهله لعلهم يصطلون. فالله جل وعلا ناداه وكلمه لما جاء إلى هذه النار بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وقال: أسمع كلامك ولا أرى مكانه، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، محتجب عن خلقه في الدنيا لأنهم لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى لعظمته وكبريائه، فلا أحد يطيق النظر إليه في الدنيا، وإنما هذا يحصل للمؤمنين يوم القيامة إكراما من الله لهم. فقال: نعم. قال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟
قال أنا فوقك وأنا أمامك. أنا فوقك، هذا في إثبات العلو، أنا فوقك وأمامك. نعم. وعن يمينك وعن شمالك. وعن يمينك وعن شمالك، أي أن الله جل وعلا محيط، وهو إن كان جل وعلا في العلو فإنه محيط بخلقه من أي جهة، لا يخفى عليه من أمره شيء، فهو في السماء ومع هذا هو محيط بخلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أموره، بل هو مطلع عليهم وشاهد عليهم سبحانه وتعالى. الشاهد منها أن فيها إثبات الكلام لله عز وجل، وفيها إثبات الفوقية لله والإحاطة، الفوقية والإحاطة، وأن فوقيته لا تتنافى مع إحاطته بخلقه سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم نقول إن الأسبوع القادم إن شاء الله إلى الجمعة لا نتمكن من مواصلة الدروس لحضور بعض الشغل، إن شاء الله الجمعة الآتية مثل هذا اليوم نبدأ. نعم. كلام الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم داخل في تكليم الله لعبده من وراء حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله، وإنما كلمه من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، ولكن تكليم من غير واسطة بصفة دائمة هذا مع موسى، أما محمد حصل له مرة فقط. نعم. هذا تعريف الخطأ، تعريف الخطأ، الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه بلفظه ومعنى، لكن قد يكون سنده صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، هم مثل كلام الله القرآن المتواتر، هم مثل كلام الله القرآن المتواتر، وإنما هو يحتمل جهة السند، لكن إذا صح وثبت فهو كلام الله لفظا ومعنى. نعم. وقال الشيخ وفقه الله ما معنى الإسرائيليات؟ مروية عن بني إسرائيل، الإسرائيليات الأخبار المروية عن بني إسرائيل، ولم يثبت فيها دليل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإسرائيليات إذا خالفت الكتاب والسنة وجب رفضها وردها ولا تصدق، إذا خالفت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب رفضها وردها، وإذا لم تخالف لم يشهد شرعنا بصحتها ولا ببطلانها فإننا نتوقف فيها، إذا لم يشهد شرعنا بنفيها ولا بإثباتها فإننا نتوقف، لا نقبلها لاحتمال أن تكون كذبا ولا نردها لاحتمال أن تكون صدقا أو فيها شيء من الصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذي لم يشهد شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه نتوقف فيه، لا نصدقه ولا نكذبه. نعم. يسألون عما يشكل، لكن
طالب العلم لا يستغني عن المعلم، لا يستغني عن المعلم، لا بد من المعلم الذي يقرأ عليه ويتلقى عنه العقيدة بطريقة صحيحة، ولا يقتصر على قراءته أو على مطالعته. نعم. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. نحن ما نتكلم إلا حسب ما يأتي من الأدلة، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه ولا لا يعلمه إلا الله، ولا منافاة بين كون العرش سقف الجنة وكون العرش فوق الماء، لا منافاة بين ذلك. نعم. قولنا إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وعن ورد هذه العبارة عن السلف. نعم، هذه يقولون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، استدلوا على ذلك بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فردهم إلى الدنيا هذا لن يحصل أبدا، مستحيل، ومع هذا علم ما سيكون لو ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، قولكم بالأثر أنا فوق سوى أمامك وعن يمين هل يلزم منه أن الله سبحانه في كل مكان بذلك أم المراد عنده؟ أنا شرحت لكم هذا، قلت لكم إن الله فوق مخلوقاته، الحديث هذا مثل غيره من الأدلة يدل على علو الله على عرشه، ومع علوه فهو محيط بجميع مخلوقاته لا يخفى عليه منها شيء، فهو فوق سماواته وعلمه سبحانه وإحاطته في كل مكان. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في المقولة إن الكلام صفة ذات فعلية وليس صفة فعلية فقط؟ أنا ما أدري ما هذا اللي يقول الصفات منها شيء ذاتي فعلي، الصفات على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف. نعم. هذا خاص بشريعة بني إسرائيل، خاص بشريعتهم، وأما الوادي المقدس والله أعلم أنه في سيناء، في سيناء بين الأردن وبين مصر. نعم. الغر غير مقتولين، والبهم والله اعلم انهم كفاة عراة. نعم. وإلى الشيخ وفقكم الله، قال الإمام أحمد رحمه الله من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر أو ثم توضح لهذه الجملة. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر أرجو أن توضحوا لي هذه الجملة. ما رأيت أن كلام الإمام أحمد هذا إن أحد قال إن أسماء الله مخلوقة؟ نعم، ما أدري. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، الجرائد تتكلم يوم القيامة وكذلك الحقائق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الحجر، فهل نقول عن هذا الكلام انه بلا كيفيه ام ان له كيفيه؟ هذا كلام نثبته، الله جل وعلا قادر على ان ينطق الحجر وان ينطق الجمادات وان ينطق الاعضاء، هذا من قدره الله سبحانه وتعالى، وانها تتكلم بكلام يسمع حسب
حسب خلقتها وحسب ما يجعله الله جل وعلا فيها من القدرة على الكلام. نعم. الله على كل شيء قدير، ينطق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر في هذه الصحابية أن الملائكة يقولون إن كلام الله سبحانه هو ما نضيفه على النفس بين المعاني من العقل الفعال، فماذا يقصدون بالعقل الفعال؟ نعم، هذا كلام الفلاسفة، ما يفيض، يقولون كلام الله ما يفيض على النفوس من العقل الفعال، وهم مختلفون في العقل الفعال، هل هو القمر أو غير القمر أو الفلك أو الله أعلم، لكن هذا كلام باطل بلا شك، وهذيان مردود، قول على الله بلا علم، تعالى الله عن ذلك. نعم. هذا المعنى النفسي، هذا المعنى النفسي عنده، كلام النفسي، ويقولون انه كلام الله هو المعنى القائم بذاته، ان عبر عنه بالعذريه صار توراه، وان عبر عنه بالسريانيه صار انجيلا، وان عبر عنه بالعربيه صار قرانا، والا هو شيء واحد، هذا كلام باطل ومردود. نعم. ما معنى وقت العلماء بكلام الله سبحانه بأنه وجودي غير مخلوق، وقولهم أيضا غير مخلوق ولا مخلوق ولا عابد، هل هذه الكلمات متضادات أم معانيها مختلفة؟ هذا ما هو صحيح، كلام الله وجودي هذا ما شفته لأحد، هو موجود، نعم هو كلام موجود بلا شك أنه يوجد، لكن تعبير بوجودي، وجودي قابله العدمي، هذا التعبير ما أعرف مغصب، ولا حادث ولا محدث، هذا كلام باطل، بل كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، يحدث ويتجدد كما يشاء سبحانه وتعالى، كلم في الماضي في الأزل، وكلم في وكلم رسوله وكلمه موسى عليه السلام، وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم المؤمنين يوم القيامة، فهو يحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم الاثنين القادم ستقام صلاة الاستسقاء إن شاء الله، فهل يجوز إقامة صلاة الاستسقاء مدرسة جماعة مع الطلاب والمدرسين في وقتها لنأخذ ذلك من آثار تجربة على الطلاب؟ المطلوب في الاستسقاء وصلاة العيد البروز، بروز أهل البلد في مكان واحد إذا أمكن، أو عدة أمكنة، أما الصلاة في المدارس فهذا غير معروف عند السلف، ما كانوا يتوزعون يصلون في كل يصلي في مكانه، كل جملة من الناس يصلون في مكانه، بل كانوا يجتمعون ويخرجون ويبرزون، يصلون جميعا ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، والمطلوب إلى المسلمين الاجتماع، اجتماع، ما هو المطلوب التفرق والتشتت، فالطلاب يرخص لهم في صلاة الاستسقاء، يطلعون يصلون مع المسلمين ولا يعودون الافتراق والتشتت. نعم. قضية الشيخ الله، المعلم في مدرسة إنجابية وقام أحد الطلاب بسؤال أسئلة مشكلة، وهي لماذا خلق هذا الانفراد؟ السؤال الآخر، رجل كافر ثم أصابه الجنون، ماذا يكون مصيره في الآخرة؟ فكيف نجيبه على هذه الأسئلة؟
لا تجيبه، هذه أسئلة فارغة لا فائدة من ورائها. وجواب مثل هذا السكوت، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. هذا ما سأل عن طهارته عن صلاته عن الأمور التي هو مسؤول عنها يوم القيامة. الله يسألك يوم القيامة لماذا خلق آدم من تراب، أو بيسألك إذا مات الكافر أو جن الكافر ومات ماذا يكون مصيره، ما سألك الله عن هذا. يسألك عن أمور صلاتك عن أمور عبادتك عن أمور عقيدتك، هذا الذي يسأل عنه يوم القيامة. نعم، مثل هذه الأسئلة لا تجيب عليها أبدا، ولا تفتح المجال للطلاب وأجبوهم عن أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. نعم. ما دام الله معافيك منه فأنت تجنب هذا الشيء، ولا يغرون لأنهم ما يرون إلا كذا ولا يرون إلا كذا، هذا في البداية، ثم ينجرفون بعد ذلك. والقرآن الحمد لله ميسور، من أراد القرآن ميسور، بالأشرطة بالإذاعة، إذاعة القرآن، إذاعة القرآن الآن، من يريد يتعلم القرآن ويسمع القرآن فهو ميسور الليل والنهار ولله الحمد. الأشرطة والمصاحف المرسلة ميسور، تسمعها متى شئت، أنت في السيارة وأنت في البيت وأنت في العمل. فالذي يريد القرآن، الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله للقرآن هذه الأشرطة وهذه الإذاعة القرآنية التي تذيع القرآن في كل الليل والنهار. نعم، ما داعي للتلفزيون. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن من صفات الله جل وعلا الكلام، فهو صفة فعلية يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وبما شاء بكلام يسمع. سمعه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. قد ذكر المؤلف رحمه الله هذا مبسوطا، وذكر الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم جل وعلا بكلام حقيقي يسمع، وبحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ ويكتب، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. وكلامه قديم النوع حادث الآحاد، فلا يجوز إطلاق القول بأن كلام الله قديم، بل يقال كلام الله قديم النوع، ولكنه حادث الآحاد بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة، أي يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى وبما شاء. ومن ذلك القرآن، فهو من أفراد كلام الله جل وعلا، ومن أفراد كلام الله جل وعلا،
فإن كلام الله جل وعلا لا يحصيه إلا يخلق ويرزق ويدبر بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يحصي كلامه إلا هو سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فهو جل وعلا يتكلم بما يشاء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر بلا بداية ولا نهاية سبحانه وتعالى، ولا يعلم ويحصي كلامه جل وعلا إلا هو. ومن كلامه العظيم القرآن، القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح جبريل عليه السلام، هو الروح الأمين، وصفه بالأمانة في أنه عليه الصلاة والسلام أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص، بل يبلغه كما أمر الله جل وعلا. وصفه الله بالأمانة، وهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية جبريل الأمين عن ربه سبحانه وتعالى، بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وروته أمته عنه، كما في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أي بالقوة وأهلكناه، ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق الحياة، فانتقم الله جل وعلا منه أشد الانتقام لو تقول على الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام أمين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني جبريل عليه السلام، عند ذي العرش مكين مطاع ثم في الملأ الأعلى يطيعه الملائكة، أمين وصف له بالأمان. ثم قال وما صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون كما تقولون، بل هو أعقل البشر وأكمل البشر عليه الصلاة والسلام. فهذا توثيق لسند القرآن أنه من رواية محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهو كلام الله، منه بدأ أي تكلم الله به سبحانه، فهو بدأ منه لا من اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية، بل من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان حين يهجر العمل بالقرآن، يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال، فلا يوجد منه شيء في الأرض، وذلك إذا عطل العمل به في آخر الزمان عند قيام الساعة،
فهو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، حروفه ومعانيه. نعم. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، هو كتاب الله وهو كلام الله وهو القرآن، أسمى كثيرة له. فهو كتاب الله لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله لأن الله تكلم به جل وعلا لا كلام غيره، وهو القرآن، وهو الفرقان، وهو الذكر، ذكر الحكيم، وهو الهدى والبيان إلى آخر أسماء القرآن العظيم، مما يدل على عظمته، لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وصفاته دل على عظمته. نعم. وهو كتاب الله المبين، المبين، كتاب الله المبين الذي بين فيه سبحانه وتعالى ما يحتاجه العباد. فهو مبين بمعنى بين واضح فصيح، وهو مبين بمعنى مبين لما يحتاجه الناس من أمور دينهم ودنياهم. فهو كتاب عظيم شامل جامع لا تفنى عجائبه ولا تنفد علومه. نعم. وحبله المتين، وهو حبله المتين، الحبل معروف وهو ما يتعلق به، ما يتعلق به من نجاة والسلامة من الخطر. القرآن حبل الله، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن، أو هو الإسلام. وفي الحديث: هو حبل الله المتين الذي طرفه بيد الله وطرفه بأيديه، بمعنى من سار على نهجه وصل إلى الله جل وعلا ونجا. نعم. وحبل المتين وصراط المستقيم، وهو الصراط، صراط المستقيم، قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط هو الطريق في اللغة، الصراط في اللغة هو الطريق. المراد به هنا قيل القرآن، وقيل الرسول، وقيل الإسلام، والكل حق. فالقرآن صراط الله، والإسلام صراط الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صراط الله، أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. نعم. وتنزيل رب العالمين، تنزيل رب العالمين، وإنه، قال جل وعلا: وإنه، أي القرآن، لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه أوصاف القرآن: تنزيل رب العالمين، نزل من عند الله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله، فهو منزل من الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية قبحهم الله، منزل، منزل من الله، تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. نزل على قلب سيد المرسلين، على قلبك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، لتنذر الناس بهذا القرآن العظيم،
القرآن حجة الله جل وعلا على عباده، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هو حجة الله على عباده، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة ولا عذر له. نعم. بلغة العرب، بلغة العرب التي هي أفصح اللغات، بل بلغة قريش التي هي أفصح لغات العرب، فهو فصيح، أفصح اللغات لغة العرب، وأفصح لغة العرب لغة قريش التي نزل بها القرآن الكريم، فلا أفصح من القرآن العظيم في ألفاظه وكلماته ومعانيه. نعم. منزل من الله جل وعلا، من الله لا من اللوح المحفوظ، بل من الله جل وعلا، لأن الله ذكر هذا في آيات كثيرة، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، لا من اللوح المحفوظ، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما تقوله المبتدعة، وإنما جبريل تلقاه عن الله جل وعلا. نعم. منه من الله بدأ، يعني تكلم الله به، لا من اللوح المحفوظ ولا من غيره، من ولا من محمد ولا من جبريل، بل هو من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان كما سمعت. نعم. القرآن سور وآيات وكلمات وحروف، والسور جمع سورة، وهي القطعة من القرآن المبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله نزلت للفصل بين السور، بين كل سورتين ما عدا براءة والأنفال، أول هذه السور فاتحة الكتاب وهي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وآخرها سورة الناس، وهو 114 سورة، منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير، هو سور، هذه هي السور. والسورة في الأصل الشيء المحلي، الشيء المحلي الرفيع، ألم ترى أن الله أعطاك سورة من المجد، كما يقول النابغة في مدح النعمان بن المنذر، ألم ترى أن الله أعطاك سورة من المجد، ترى كل ملك دونها يتذبذب، والسورة المنزلة الرفيعة، ومنه سميت سور القرآن برفعتها، ولأنها منيعة لا أحد يرومها بزيادة أو نقص أو تحريف، فالقرآن محفوظ كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبدل ولم يغير منه شيء، لأن الله تكفل بحفظه، قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا أحد على كثرة الأعداء والحاقدين، ما أحد تجرأ إلى أن يغير في كلام الله أو يزيد أو ينقص، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، حفظ الله كتابه من العبث، وسيحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا يتطاول إليه أحد مع كثرة خصومه وكثرة أعدائه، ولو حاول أحد
شيئا من ذلك لفضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه، كما حصل لمسيلمة الكذاب الذي زعم أنه ينزل عليه القرآن، فضحه الله وأخزاه وصار مضحكة للعالم. وكذلك كل من حاول أن يحاكي القرآن فإن الله جل وعلا يفضحه ويكذيه ويجعله مضحكا للناس، بل ويهلكه، كما حصل لمسيلمة وغيره. نعم. وهو أكبر محكمات سور، عرفنا معنى السور، محكمات، محكمات يعني متقنات من الإحكام وهو الإتقان. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهو كله محكم بمعنى أنه متقن، وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق وحلاوة اللفظ، فهو متشابه، كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام والحلاوة والبلاغة والفصاحة. كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، متشابه كله متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان والفصاحة والبلاغة. ومنه محكم ومنه متشابه، والمراد بالإحكام الجزئي والتشابه الجزئي المحكم كما عرفنا سابقا، هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، واضح، واضح في نفسه لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المحكم. والمتشابه هو اللفظ المجمل الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المتشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فعرفنا إذن أن القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه، وهذا ما يسمى بالإحكام والتشابه العام والإحكام والتشابه الخاص، ولكل منهما معنى خاص به. نعم. بل هو آيات بينات، آيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة، سميت آية القرآن آية لأنها دالة، دلالة وعلامة على عظمة الله سبحانه وتعالى. الآية في اللغة الدلالة والعلامة، وهي على نوعين: آية متلوة وآية مخلوق. الآية المتلوة آيات القرآن، والآيات المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبشر والبحار والأنهار، هذه آيات، آيات سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله جل وعلا، آيات مخلوقة كونية. وأما الآيات المتلوة فهي الوحي المنزل من عند الله جل وعلا، وسمي الجميع آية لأنه يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى. نعم. وآيات بينات حروف وكلمات. نعم، هو حروف وكلمات،
وآيات. الحروف حروف الهجاء المعروفة ألف باء تاء إلى آخر حروف الهجاء 28، هذه حروف سميت حروف من الحرف الرب وهو الطرف لأنها قطع، وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا ركبت مع غيره، فإذا تركبت الحروف تكونت الكلمة، وإذا تكونت الكلمة مع الكلمة تكونت الجملة، تكونت الجملة اسمية كانت أو فعلية، فهو حروف وكلمات وآيات. فالقرآن متكون من هذه الحروف العربية، تكونت من هذه الحروف كلمات القرآن، وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن، وتكونت من آيات القرآن سور القرآن، وتكون من هذه السور القرآن العظيم والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وآيات وسور. نعم. من قرأه فأعرضه، يعني قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن، ليس فيها لحن، الإعراض معناه السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف 10 حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأه ولم يعربه لعجزه عن ذلك فله أجر، له أجر، لكنه دون أجر من يتقن القراءة. لهذا جاء في الحديث الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتشعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وجعل صلى الله عليه وسلم الذي يتقن القراءة ويقيمها من اللحن والخطأ جعله مع السفرة الكرام البرر أعظم من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويشق عليه. نعم. أوله القرآن له أول وآخر، يعني له بداية ونهاية، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، هذا هو القرآن العظيم، يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. نعم. نعم. والقرآن أجزأ كما هو معروف 30 جزءا، 30 جزءا، كل جزء 10 ورقات، وهو أيضا أحزاب، حزب الفلاني، والأحزاب معناها ما يقرأه القارئ في صلاة الليل. الصحابة كانوا يحجبون القرآن، يحجبون القرآن في صلاة الليل، يحجبون. نعم. متلو بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله جل وعلا لأي اعتبار، سواء كان متلوا أو كان مكتوبا في المصاحف أو كان محفوظا في الصدور، هو كلام الله جل وعلا لا يختلف في ذلك. فالقارئ إذا قرأ إنما يقرأ كلام الله جل وعلا، فالصوت صوت القارئ، ولكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا.
والمكتوب هو كلام الله حروفه ومعاني، لكن الورق والحبر والكتابة هذه من عمل البشر مخلوقة، الورق المكتوب فيه المصحف مخلوق، الحبر والمداد المكتوب فيه مخلوق، الصوت الذي يقرأ القرآن الصوت مخلوق، لكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا. ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، فهو كلام الله لأي اعتبار، متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح أو في الأوراق والمصاحف، أو مكتوبا فيما هو أعلى من ذلك وهو اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأم الكتاب هو اللوح، هي اللوح المحفوظ، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني اللوح المحفوظ الذي كتب الله به مقادير الخلائق. نعم. مكتوب في الأذان، مكتوب في الصدور، مكتوب في الآذان، مكتوب في المصاحف. في أي اعتبار هو كلام الله المقروء والمسموع الذي تسمعه الآذان، والمكتوب في المصاحف، والمحفوظ في صدور أهل العلم هو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه. نعم، هو كلام الله جل وعلا، هو حفظ في صدورهم وهو كلام الله، يحفظون كلام الله جل وعلا، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فليس هو كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام القارئ، وإنما هو كلام الله جل وعلا، وإنما هذه وسائل أداء فقط، والمؤدى والمبلغ هو كلام الله. نعم. سبق هذا، قلنا القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم وبعضه متشابه، ولكل قسم معنى خاص. نعم، وبينا هذا. نعم. فيه ناسخ ومنسوخ، وهذا رد على الذين ينكرون النسخ كاليهود ومن شابههم، فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك لحكمة الله جل وعلا، فإن الله يشرع شيئا في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير حالهم وتنتهي حاجتهم إلى ذلك، فينسخ الله ما سبق بحكم جديد، والنسخ عند الأصوليين هو رفع حكم ثابت بدليل، رفع حكم ثابت بدليل بحكم آخر بدليل متراخ عنه، بدليل متأخر متراخ عنه، فالنسخ الناسخ والمنسوخ ثابت في القرآن، وذلك من رحمة الله بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم أنه يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم. وذلك كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كانت عدة الوفاة في الأول سنة كاملة، ثم نسخ الله ذلك
لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فنسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة أيام. هذا ناسخ ومنسوخ في القرآن. الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله جل وعلا ينسخ ما يشاء من كلامه وأحكامه وتشريعاته لمصالح العباد وحاجة العباد إلى ذلك، فهو يشرع في كل وقت ما يناسب. فإذا انتهت الحاجة إلى ذلك التشريع أبدله الله بتشريع آخر يليق بحاجة الناس. والنسخ في القرآن واقع، كما القبلة كانوا يصلون في أول الإسلام إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة المشرفة، هذا من النسخ في القرآن العظيم. نعم، وهذا معنى قوله منه ناسخ ومنسوخ. ولا ينكر النسخ في القرآن أو الأحكام الشرعية إلا أهل الضلال. نعم. نعم، في القرآن خاص وعام، خاص وعام. العام هو اللفظ الشامل لكل الأفراد، والخاص هو اللفظ الخاص بطائفة. مثل ذلك قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، هذا لفظ عام لجميع الإنسان جميع البشر، إلا الذين آمنوا هذا خاص، لأن المخصصات أنواع، منها مخصصات متصلة ومنها مخصصات منفصلة كما هو معلوم في كتب الأصول. فخصص أول الآية في آخره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القرآن منه عام ومنه خاص، والعام يحمل على الخاص. نعم. فيه أمر، والأمر طلب الفعل، هذا هو الأمر طلب الفعل، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة طلب للصلاة وطلب للزكاة، والنهي طلب الكف، طلب الكف، ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن وسائل الزنا من النظر وكشف العورة والخلوة الأجنبية وسفر المرأة بدون محرم، كل هذه من وسائل الزنا ومن الموصلة إليه، فنهى عنها الشارع، قال ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا فقط، بل قال لا تقربوا. والشيء عن إذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبلغ مما لو نهى عن الشيء نفسه فقط. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي، ولا تأكلوا أموالكم أي أموال بعضكم البعض بالباطل، يعني بغير طريق شرعي وبغير إذن من صاحب المال المالك، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي التي في القرآن. الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، أوامر ونواهي. نعم. فأتي الباطل من بين يديه ولا نصدق تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه نعم لكتاب عزيز، كتاب عزيز يعني منيع، منيع الجانب لا أحد يصل إليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء يكذبه، لا
لا يأتيه الباطل أي التكذيب من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الله جل وعلا. نعم. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله تعالى لما أنزل القرآن تكلم الأعداء والكفرة، قالوا إن هذا القرآن إنه أساطير الأولين اكتتبها، يعني أخبار الأمم الماضية كتبها محمد صار يقرأها عليكم، ما نزل عليه شيء من الله، إنما هي أساطير الأكاذيب السابقة، واللي يسمونها سواليف، سواليف الناس ومضحكاتهم. وبعضهم قال إنه شعر، هذا القرآن شعر، وبعضهم قال إنه سحر، هذا القرآن سحر، وقالوا وقالوا، وبعضهم قال لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله، وقالوا يعني إن القرآن هذا ما هو من عند الله، المهم إنه من عند محمد، وصفوه بهذه الأوصاف، إن هو إلا قول البشر أو محمد، إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتسبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الله جل وعلا تحداهم فقال: ما دمتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وأنه من كلام البشر، ومحمد بشر مثلكم، وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آيات من لغتكم التي تتخاطبون بها، فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر أنتم بشر، بل أنتم أفصح البشر في وقتكم، هاتوا مثل هذا القرآن. تحداهم الله أن يأتوا بمثله فلم يستطيع. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، ما بعد صار له شوكة ولا دولة ولا قوة، ومع هذا يتحداهم هذا التحدي مع شدة عداوتهم له وما استطاع. ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فادعوا من استطعتم منهم، استعينوا بمن تشاءون من الجن والإنس وبمن تشاءون استعينوا، وهاتوا عشر سور مثل هذا القرآن لم يستطيعوا. تحداهم الله بأن يأتوا بسور واحد، بل بأقصر سور، فسورة إنا أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله، أقصر سورة. تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استعينوا بمن شئتم، وهاتوا من يشهد إن هذه السورة التي جئتم بها مثل القرآن،
لم يستطيعوا. فعند ذلك تبين وثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأنه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الخالق جل وعلا. هذه آية عظيمة ومعجزة من معجزات الرسول، ولهذا القرآن هو أعظم معجزة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة باقية على مر الدهور. التحدي لا يزال قائما بكل أحد إلى أن تقوم الساعة، ما أحد استطاع ولم يستطع. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا إخبار عن المستقبل إلى أن تقوم الساعة، تحدي ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن قائم يتحدى العالم، البشر كلهم، الجن والإنس، على أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سور القرآن. فهذا برهان واضح على أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، وأنه كلام الله جل وعلا، لأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا. نعم. وهذا هو الكتاب العربي الذي صار فيه الذين كفروا ذكروا من كتاب القرآن. هذا من جملة مقالاته، قال لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لن نؤمن من باب العناد والعياذ بالله والمكابرة. نعم. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله تعالى توفيه النظر. قال بعضهم وهو المغيرة بن وهو الوليد بن المغيرة المخزومي، أشد أو من أشد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، هو الذي قال إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا متوعدا له سأسليه سقر، وهي جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. لأنه قال هذه المقالة وهو يعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله، وهو اعترف بهذا، اعترف بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. لكن لما رأى تغير قومه عليه وإنكارهم عليه، فإنه تظاهر أمامهم فقال إن هذا إلا قول البشر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، عن القرآن، إن هذا إلا قول البشر. هذا هو الوليد بن المغيرة المخصوم، فضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه. نعم. وبين كذبه وتناقضه في نفسه. نعم. وقال بعضهم هو الشرك، فقال الله تعالى وما لم يأخذ الله ينبغي له، بعضهم قال هذا القرآن شعر، والله جل وعلا نفى ذلك فقال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقال وما علمناه الشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولا عرف عنه، لا عرف عنه انه شاعر ولا انه يقول الشعر، فكيف يكون هذا القرآن شعرا والرسول صلى الله عليه وسلم ليس
ليس بشاعر. هذا من الكذب الواضح. نعم. فلما نقل الله عن وجهه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى محمد به لب لأنه قرآنه هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات. لم يبقى شبهة للب يعني لعقل، اللب معناه العقل، أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام وأما الأمة حينما تتلو القرآن أو تكتبه أو تحفظه إنما هو كلام الله جل وعلا يحفظونه ويكتبونه ويقرؤونه، هو كلام الله جل وعلا. نعم. لأن قرآنه على الكتاب العظيم الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما بين الكلام لا يكون أحد منه شعر. نعم. وقال الله عز وجل: وعيدكم في غير مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من ذكر وادعوا أداءكم من دون الله ولا يجوز. وإن كنتم في غير كنتم أيها الكفار في ريب يعني في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بمن شئتم يشهد معكم ويعينكم إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر. فإن لم تفعلوا أي لم تقدروا على الإتيان بسورة ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، فاعلموا أنه كلام الله جل وعلا وأنكم كذبتم على الله وعلى رسوله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، لأن هذا جزاء من عاند وكابر وجحد بآيات الله سبحانه وتعالى وجادل فيها. نعم. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بما تحمل الله أخبارها إحرامًا. الله ما تحداهم إلا بشيء من جنس كلامهم، حروف وكلمات وجمل من جنس كلامه، يعرفون معانيه ويعرفون تراكيبه بحكم أنهم عرب فصحى، فهو تحداهم أن يأتوا بشيء يشبه هذا القرآن العظيم مما هو من كلامه. لم يتحدهم بشيء لا يقدرون على حروفه أو على كلمات التي يتخاطبون بها أو شيء لا يعلمون معناه، هو كلام عربي فصيح تراكيب من حروف وكلمات وجمل ومعانيه معروفة لديهم لأنه بلغتهم وبلسانهم الذي يتخاطبون به فيما بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم أكانوا به مؤمنين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، كيف ينزل القرآن أعجمي على نبي عربي؟ الله جل وعلا من حكمته أنه أنزل القرآن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة المرسل إليهم والمبعوث فيهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم
الرسول يكون بلسان قومه بلغتهم، خاطبهم بما يعرفون. ومن ذلك أنه خاطبهم بهذا القرآن المكون من الحروف والكلمات والجمل تراكيب التي هي موجودة في لغتهم، فما الذي منعهم أن يأتوا بمثله؟ الذي منعهم هو أن هذا القرآن معجز، لأنه كلام الله، ولا يمكن لأحد أن يأتي بكلام يشبه كلام الله، لأن كلام الله من صفاته جل وعلا، وصفاته لا يشبهها صفات خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يمكن أن يأتي كلام يشبه كلام الله، لأن صفات المخلوقين لا تشبه صفات الخالق سبحانه، كلام المخلوقين لا يشبه كلام الخالق سبحانه وتعالى. فدل على أن هذا القرآن منزل من عند الله، وأن الرسول إنما هو مبلغ فقط، مبلغ عن الله جل وعلا. نعم. وقال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بالبلاد قال الذين لا يرجون لقاء نفسه قرآن غير هذا أو مثله قل ما يكون لي أن أبدله من سلطان نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا عن القرآن بينات واضحات الألفاظ والمعاني والدلالات، ليس فيها لبس ولا غموض. قال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يؤمنون بالبعث والنشور والحساب، من الرسول صلى الله عليه وسلم: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. يقولون: نريد غير هذا القرآن، هات لنا غيره ونسلم نؤمن، إذا جبت لنا غير هذا القرآن نحن على استعداد إننا نسلم. لأنهم يظنون أن هذا القرآن، أو أنهم يلبسون أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بدله. قال الله جل وعلا لنبيه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا مبلغ فقط. أما الذي يبدله وينسخه وينسخ منه ما يشاء فهو الله جل وعلا الذي تكلم به. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، أنا مجرد مبلغ متبع واسطة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى في تبليغ رسالته. وما أنا إلا نذير. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وبدل منه شيئا لعذبه الله سبحانه وتعالى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليد. الرسول لا يتصرف في القرآن، وإنما يبلغه كما جاء من عند الله عز وجل. هذه الأمانة وهذه الرسالة. رسول، الرسول مهمة يبلغ الرسالة. ثم قال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. رسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 40 سنة قبل البعثة، 40 سنة قبل البعثة، يعيش معهم ويعرفونه، ولا يعرفون أنه تعلم، ولا أنه حتى سافر وراح للبلاد الأخرى، فكان موجودا معهم في مكة عليه الصلاة والسلام. يعرفون أمانته ويعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلام. يعيش بينهم 40 سنة، لبثت فيكم عمر 40 سنة وما تحدثت إليكم بشيء من هذا القرآن، ما تحدثت إليكم خلال 40 سنة كاملة
ما تحدثت إليكم بشيء منها. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه وأن يرسله أنزل عليه هذا القرآن فبلغه كما جاء. قد لبثت فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون، أنا أعيش بينكم تعرفونني ولا تحدثت عن شيء من ذلك من قبل، تعرفون أمانتي وتعرفون مكانتي بينكم، ما جاءكم واحد أجنبي ما تعرفون يتكلم معكم بهذا الكلام حتى تقولوا هذا، بل أنا بينكم أعيش بينكم، فما الذي جعلني 40 سنة ما تكلمت بشيء من هذا وبعد 40 تكلمت بهذا، إلا أنه الله جل وعلا، ولو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. نعم. وقال تعالى بل هو ما لكم الجهاد في قلوب الذين أوتوا العلم. نعم. وقال تعالى بل هو أي القرآن وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا الأرتاب المبطلون. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، فهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال انه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا بل هو آيات بينات، دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. بل هو أي القرآن وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، وهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال انه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا بل هو آيات بينة، دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى إنه القرآن الكريم في كتاب المحمود لا يمسه إلا المطهرون بعد أن حقنا على ذلك، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم بمواقع
النجوم، قيل المراد نجوم السماء، نجوم السماء. وكان في الجاهلية أنها تنزل المطر أو أنها تؤثر في نزول المطر، هذا من اعتقاد الجاهلية، الاستسقاء بالنجوم، نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه. الله جل وعلا أقسم بمواقع النجوم لأن هذه النجوم ليس لها تصرف، وإنما هي من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وإنه لقسم لو تعلمون عنه. وقيل المراد بمواقع النجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، والقرآن ينزل عليه مجزأ حسب الوقائع والحوادث خلال 23 سنة، هذا وقت نزول القرآن، ومنه المكي ومنه المدني. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا من جملة اعتراضاتهم السخيفة، وش دخلكم بنزول القرآن جملة واحدة أو مفرقة؟ المهم أنكم تتبعون القرآن، لكن هذا من اعتراضاتهم السخيفة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه هي الحكمة في تنجيم القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أسهل على الأمة، التكاليف والأوامر والنواهي، لو نزلت الأوامر والنواهي جملة واحدة شق ذلك على الأمة. الله جل وعلا نزل هذا الشرع شيئا فشيئا، لأن هذا أرفق بالأمة. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وهنا يقول جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم، أي نجوم القرآن، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن، هذا جواب القرآن، لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا، لا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد، وإنما هو منزل من الله جل وعلا. نعم. أيها الأحبة، ما تبقى من مادة من هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.